في انبي، ودي سياسه جيده. ومعايا دلوقتي على الهاتف يعني اللي عمل طفره من يوم ما تولى ملف قطاع الناشئين في انبي، الكابتن امام محمدين. ازيك كابتن امام؟ سامع. ازيك حضرتك كابتن؟ حضرتك وحشنا كتير، وتحياتي ليك ولكل المسؤولين في قناه الاهلي. شرف لينا التواصل مع حضرتك. لا انت شرف لينا ان حضرتك تكون يعني موجود معانا في برنامج الاشبال. كابتن امام محمدين اسم كبير في عالم قطاعات الناشئين في مصر، وخاصه في قطاع الناشئين في انبي. في البدايه طمنا على صحتك يا كابتن امام. والله كويس زي الفل الحمد لله يا سلام. الحمد لله. هتلعب ماتش انبي اللي جاي ولا ايه؟ انا جاهز. تمام تمام. في البدايه عايز يعرف الناس كابتن امام محمدين المواهب، او قول لنا اسماء من ضمن المواهب اللي انت طلعتها للكره المصريه ومنتخبات مصر يا كابتن امام. يعني قبل ما اذكر تاريخ انبي او كده، احنا بنثني على كل مسؤولي النادي الاهلي، كان ليهم اليد الطوله والعظمى، واللي ما بيديش الناس حقها مش هياخد حقه. تمام. الطفره اللي في نادي انبي بدات مع اجيال متعاقبه من النادي الاهلي اشرفوا على العمل الفني في الفريق الاول وفي القطاعات الناشئين. بذكر على المثال وليس الحصر، يعني كابتن علاء عبد الصادق، كابتن مجدي عبد الغني، رمضان السيد، عامر مختار، كابتن عظيم انور سلام، وحسام البدري، يوسف ضيع، واخيرا عالم. احنا بنحترم جدا اداره النادي الاهلي وكفاءاته، وابتدينا على نهجه، يعني فكرنا بنفس التفكير. عشان توصل لحاجه كبيره لازم تاخد قدوه، وده حق انا ما بنافقش فيه، لان انا جوه تاريخ نادي انبي يمكن قربت على يعني على 30 سنه دلوقتي. ربنا يديك الصحه. فبالتالي لازم تذكر الناس اللي بدات وعلمتك يعني ايه لوائح، ويعني ايه نظم، ويعني ايه اوراق، ويعني ايه امور فنيه. اجتهدنا شويه طبعا في وسط اخطاب كبيره وعملاقه زي النادي الاهلي، وبنبارك لهم طبعا بمرور 112 سنه نخله كبيره في تاريخ الكره المصريه وفي البلد. احنا مشينا على النهج دوت يا كابتن اسامه بكل الاحترام والتقدير، وتعبنا كتير وناقشنا كتير. كان عندنا وزير مهتم بالشان الرياضي، وكان عايز يعملها في الاطار مش عايز اقول السياسي ولكن الوطني، انك يبقى في منظومه داخل البلد بتخدم المنتخبات الوطنيه. تمام. ومش بغرض الحصول على بطولات، لان احنا نادي طبعا يمكن ما عندناش جماهير كبيره، لكن كنا فاعلين في العمل الوطني بشكل كبير قوي. احنا ما فيش منتخب مثل مصر الا ودايما عندنا من 5 لـ 8 لاعبين. تمام. فدي كانت بدايات موفقه. طلعنا بالفريق الاول في 2002، وبدانا من 2003 نعمل قطاع ناشئين جيد بينافس طبعا مع النادي الاهلي ونادي المقاولين وانديه عريقه في المسابقات دي. بناخد بعض البطولات، وده ما بيقللش. يمكن في اوقات جت عثرات للنادي الاهلي، السنه دي بقى زي الاسد رجع اقوى مما كان. فبالتالي انت لما بتيجي تشتغل ما هوش الهدف ان انا اكسب الاهلي او الزمالك، لكن هو منتخب مصر تبقى في الاطار دون عشان تبقى حاجه ليها قيمه. كلنا كنا بنحلم بمنتخب مصر او نلبس فانيله منتخب مصر. شفنا اسامه وشفنا كافه الموهوبين اللي مثلونا من النادي الاهلي في منتخبات مصر، وده احنا بنحاول نمشي زيهم مع شبابنا الصغيرين، وعندنا انتقالات كتيره من ولادنا الصغيرين راحوا النادي الاهلي. تمام. وده حاجه ما بتخلش، لان شيء طبيعي انه اي لعيب بيلعب في منظومه مهما كان قدرها حلم الجميع الاهلي والزمالك طبعا. تمام. وعلى راسهم الاهلي طبعا. فاحنا ابتدينا من حوالي 18 سنه، والحمد لله ماشيين بخطه ثابته، وصلنا حوالي 121 لعيب لعبوا منتخبات. ابرز الاسماء يا كابتن امام، ابرز الاسماء. لا ده احنا عندنا اجيال كتير بقى من جيل يعني من نشاتها كده، من جيل 83 عمرو زكي، كل دول اشتريناهم في سن صغيره واشتغلوا معانا. مجدي عطوة، مرسي عبد اللطيف، المرحوم احمد وحيد. جيل 85 كان جيل برضو عبد العزيز توفيق ومحمد عبد الشافي واحمد علي كامل لاعب المقاولين الحالي. 87 كان لينا جيل كبير 10 لعيبه في المنتخب، والنادي الاهلي كان ليه 10، وكان عباره عن منتخب مصر الجيل 87 ده كان 20 لعيب اهلي وانبي، واربع لاعبين فقط من الخارج، كانوا 2 من الاسماعيلي و2 من حرس الحدود او 1 من حرس الحدود. احمد حسن مكي لو تتذكر. طبعا. في كل الاجيال، حتى جيل 93 اللي شرفنا فيه الكابتن ربيع ووصل كاس عالم وخد بطوله افريقيا. كان لينا 6 ولاد، 5 منهم كانوا بيشاركوا في الملعب، منهم لاعب فذ وموهوب حاليا بيمثل نادي الاهلي، والحمد لله انه رجع لحالته الطبيعيه.
تمام. وبدا يؤثر في نتائج النادي الاهلي صالح جمعه. صالح جمعه طبعا احدى اولادنا اللي اتربى في حضننا من سن 10 سنوات يعني. تمام. طب عايز اخدك لنقطه ثانيه يا كابتن امام. كان في تصريح مهم للمهندس علاء خشب رئيس مجلس اداره انبي بيقول هيتم خلال الفتره الجايه الاستعانه باحد المدارس الاجنبيه لتطوير ايضا قطاع الناشئين في انبي. يعني مدى صحه الخبر او الرؤيه المستقبليه اللي انتم شايفينها مع قدوم مدرسه اجنبيه للتطوير يا كابتن امام؟ ما فيش شك انه مجلس اداره نادي انبي ومجالس ادارات انبي المتعاقبه بتدي قطاع الناشئين اهميته وحاسه بيه رغم بعض التعثر للفريق الاول. لكن احنا بعنا في حوالي 3 سنين يا كابتن اسامه حوالي 16 لعيب. جابوا للنادي مبلغ رقمي كبير قوي 173 مليون، لكن برضو احنا ما اشتغلناش على مستوى الدرجه الاولى بشكل كويس في استبدال او استغلال القيمه الماليه اللي بنصرف فيها. كان لعيبه راحت اهلي او زمالك او خلافه. تمام. لكن ما قدرناش نعوض بالشكل المنطقي. جزء ثاني من العمل ده لما تبص في فرق مصر الحاليه يا كابتن اسامه ليك انك تعرف ان في 68 لاعب في الدوري الممتاز حاليا طالعين من ناشئين انبي، وده شيء ده بخلاف اللي اتباعوا. يعني لو انا بعت للنادي الاهلي مثلا صالح جمعه او علي لطفي فانا استفدت ماليا بقدره في اطار علاقات. لكن بالنسبه للعيبه المهدره اللي بتخرج وما بترجعش، يعني ليك انك تعرف مثلا 4 حراس المرمى حاليا نادي انبي باع علي لطفي للنادي الاهلي، لكن عندي مهدي سليمان وعامر وابو جبل لعيبه خرجت من نادي بلا مقابل. وما استفدناش منها واحنا بنعاني في المركز ده حاليا. علشان كده كان في توثيق عقود لبعض اللاعبين في قطاع الناشئين للحفاظ على المواهب داخل انبي يا كابتن امام. الحقيقه كانت الفكره في المرحله دي في الازمه اللي بنمر بيها حاليا انك ازاي تستثمر في قطاع الناشئين ده. فعندنا مدرسه اسبانيه احدى الانديه الكبيره في اسبانيا مهتمه بسمعه قطاع الناشئين وعايزه تعمل شراكه معانا استفاده لسواء معسكرات او مباريات او انتداب بعض اللاعبين للمعاشه والمعايشه، وهيصرفوا معانا على القطاع بحيث ان احنا نقدر نستغل وضع النادي في توفير موارد ماليه. انت عارف طبعا احنا مؤسسه بتروليه بتعمل في قطاع البترول. فالنهارده يا كابتن اسامه بقى الماديات كبيره قوي والارقام اللي دخلت علينا الموسم ده كبيره فعلا. صعبه صعبه جدا يعني النادي الاهلي وهو نادي قمه في البلد يعاني عشان يجاري بعض الانديه الاخرى. فالاعتماد على قطاع الناشئين هو الحل الامثل يا كابتن امام. طبعا دي حاجه. ناحيه ثانيه يا كابتن برضو العين علينا اهلي وزمالك وانبي ومقاولين والانديه الصفوه دي تمصر والوسطى والكشافين ووكلاء بعض الدول العربيه بتيجي تهرب لعيبه كتير، وانا والاهلي عانينا في مراحل سابقه في لعيبه راحت قطر والامارات وخلافه. فانت عشان تحافظ على مواردك البشريه دي لازم توثق العقود دي. لازم توثق العقود دي وتدي الولاد الامكانيات الماليه تعيشهم كويس وتحسسهم ان هم مهمين للنادي في المستقبل. طيب اخيرا يا كابتن امام، يعني في مواضيع كتير عايز افتحها مع حضرتك، توعدنا بقى على الهواء ان شاء الله تكون موجود معانا في حلقه خاصة في برنامج الأشبال على شاشة قناة النادي. أولا أنت كابتن أسامة مثال وقدوة لأي حد يتمنى يقعد معاك، قيمة كبيرة والواحد متابعك من أيام الناشئين لغاية الفريق الأول، وإن شاء الله يبقى ليك حظوظ في الإعلام أقوى من الكورة كمان. إن شاء الله. أنا شرف ليا أتواجد معاك في قناة الأهلي نادي البلد ونادي القمة في يعني كل الاحترام والتقدير لكل مسؤولية طبعا. ربنا شكرا كابتن إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين بنادي إنبي، كانت مكالمة مهمة.